السلام عليكم. بنتواصل حديث مع حضراتكم، والنهارده يعني في عنبر 600 كتكوت من نوع اي ار. النهارده عمر اسبوع بالظبط. طبعا الوزن مفترض في عمر اسبوع يكون متوسط 180 جرام. الحمد لله يعني الكتاكيت كويسه، ولكن احنا عندنا بعض الامور المهمه نحب اوضحها النهارده. اولا الفراخ زي ما انتم شايفين اهيت بنسبه 60% تحت الدفايه، فطبعا الكتاكيت سقعانه ودرجه الحراره اهيت يعني 25 درجة أو 25 ونص يعني. طبعا مفترض درجة الحرارة تكون في الأسبوع الأول 32، فده طبعا انخفاض رهيب جدا في الكتاكيت بتاعتنا. طبعا الكتاكيت بتاعتنا ديت ما توسعش ليها أو يعني فضلت متحجز ليها في مكان ضيق في الجزء ده هوت وقت طويل جدا، فبالتالي نحس ان الكتاكيت شعرتها مفتوله او فيها نسبه تعريق، وكمان حوالين السقايات والعلافات في بلل اهوت، لابد ان البلل ده هوت طبعا يزال. حتى هوت عامل اهوت حمام، ده بيدل على اعراض الكوكسيديا، الحمام البني ده هوت. فطبعا هنرفع درجة الحرارة بتاعة الترمومتر بتاعنا 32، خصوصا ان احنا في الشتاء والكتاكيت بتاعتنا بتحتاج طبعا درجة حرارة، فضلا كمان ان احنا في الاسبوع الاول، وطبعا الحرارة مهمة جدا جدا في مسألة نمو الكتاكيت بتاعتنا. طبعا احنا هنوسع المكان اكتر من كده كمان شويه، لان احنا كده كده ايه في دفايه، والدفايه بتضاف في الاوضه او العنبر اللي احنا فيه، فاحنا من باب اولى نوسع نستفاد بالتدفئه دهيت. طبعا لما هنوسع كمان هنبدا نوسع نزود العلافات والسقايات. وطبعا بعض الناس بيسالوني عن كام سقايه وكام علافه. هذكر يعني من ضمن المعلومات في الفيديو ده هوت مسألة الحرارة. الحرارة 25 ومفترض في الأسبوع الأول نبدأ ب33، يوم ما تقل تبقى 32. التوسع تدريجي، كل يوم بنوسع، يا رب يكون شبر كده بالإيد. هنبدأ نزود العلافات والمسائي، وهنرفع طبعا درجة حرارة الدفاية. طبعا كل سقايه العلافه اللي قدامنا دهيت بتشيل 9 كيلو. العلافه دهيت حلوه خالص ل 30 طائر، يوم ما تقل تبقى 25 طائر. فبنشوف لو عندنا عدد 100 هنحتاج 4 علافات او 3 علافات. السقايات برضو اللي قدامنا الاربعه لتر دهيت بتكفي ل 25 30 طائر. فنحسب يبقى 100 مثلا هيحتاجوا 4 سقايات، فلابد من ضبط المعالف والمسائي. فطبعا في بعض الناس بيقولوا لا، ده المايه بتبقى قدامهم. لا، ما هي المايه متوفره وكل حاجه، ولكن عدد مساحه السقايات والمعالف مهم جدا جدا في مساله نمو الكتاكيت بتاعتنا. فطبعا الوضع ده هو وضع تجمع الكتاكيت تحت الدفاية، وضع بيقول ان هم عايزين حرارة، لابد ان احنا نديهم الحرارة. طبعا النهاردة المربي ده هو نزل في المية في اليوم السابع النهاردة مضاد سموم 12 ساعة، وهنخليه يدي كمان 12 ساعة. والاسبوع الاول الايام الاولى كان بينزل فيتامينات وكالسيوم واملاح معدنيه، فلابد من ضبط المكان، ولابد من احنا نشوف احتياج الكتكوت بتاعنا ونوفره ليه. شكرا لحضراتكم.